تخيل هنا هو نقز عشان جوا هيك حطلت على الميوت والله حسبت انه طاح او نسيت انا صوتي ليس او حاجه يعني ايها العب ماذا تفعل هنا سوف انصر حامي الحذاء من انت انتظر ماذا انني مع حامل الحمى وهذا صقر انت مع حامل الحمى نعم الغزام السابع نحن شو انتم شونكا ايش هذا ما هذا ايش شونكا وشو انا اذا اقراه جيدا اسمي حكنوش حكنوش ما تنوش اي انه معكوس هنا نعم نعم علم حكنوش طيب انظر الى اسمي انا اسم فارسي منغل انا ليس اسم فارسي هذه إنه ليس عربي منغل سموني على اسم جدي الثامن منغل عشر منغل أنت يا جدك الثامن عشر أنت من أفريقيا هد عليهم ألا من أين أنت مغولي مغولي منغولي نعم لا أعرفك أنا منغل ولا أمنغولي أنت نعم نعم والله والنعم بالمنغوليين كلهم شكرا لك شكرا لك منغولي هذا ما علينا ما عليه شرها حسن شكرا شكرا اقول لك انت منغولي تقول نعم 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 انا منغولي مغولي والله والنعم مغولي ولست منغولي لا لا مغولي اي انا اقول لك انت منغولي لا 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 إيه أنا ليس منغولي مغولي اخيرا ركزت حسن نكر من نقول الاسيوي صحيح انا من المغول الذين يقولون هذا انه ليس بعرب مغولي واسود هذه جديده لا لا انظر هذا اثر ضرب ابي انظر لوني الحقيقي لحظه ورني لوني الحقيقي هذا هذا سكريم مليان شوكولاته سكريم يا اخوان يا اخوان نحن في حرب ليس وقت للذبات